اهلا بيكم في حلقة جديدة من الفرضاوي بتاع الحكاوي. بعد ما وقع مرسي ونظام الاخوان بثورة شعبية، حبينا نعرف ايه اهم الحاجات اللي وقعتهم. اكتشفنا ان النكت كانت من الاسباب المهمة. نسمع دي. بيقول لك واحد او ليه مخلوش كلية الالسن ايه ده هي لك ما ضموش كلية الالسن مع كلية الاسنان وسموها كلية البق؟ طبعا كان لازم يرد عليه احد المعارضة الكبار كمشاركة سياسية، فقال له المهم يعني حتى نكت الاخوان بايخة. رزية مش ممكن نكت الاخوان حتى مش عارفين تقولوا نكت. عشان كده لو كنا سمعناهم قبل ما يحكموا كنا نعرف ان كل حاجة عندهم محتاجة كتالوج للشرح. مظاهرة حاشدة داخل سجن ترى بعد عزل مرسي في الثورة الشعبية يقودها مبارك ويرفعون شعار لا لأخوان الترى. أما مرسي فقرر انه يراضيهم ويحضر كم خطبة كوميدية من خطبه عشان يسليهم، وطالب الإعلاميون بجمع كل خطب مرسي وعضها في مكتبة التلفزيون في قناتنا الكوميدي جنب مسرحية مظهر أبو النجا. حلاوة. أنا شخصيا شايف أننا لازم نقصيهم عن المشهد السياسي، مش عشان فشلهم لا، لكن لأنهم هيكونوا مشغولين في جهاد النجاح داخل سجن طورة. من الطبيعي أنك تلاقي ناس زي أردوغان يكون من الإخوان، لكن أوباما يطلع خلية نايمة ويدافع عن الإخوان دي مصيبة. لكن بعد ما دورنا على تاريخه السري في جماعة الإخوان هو بيقول السلام عليكم اطلع من دولة خلية. عشان كده اخترنا حد من الشعب المصري يرد عليه ويقول له انت مال أمك انت. نتمنى ان أوباما يلاحق على المصايب اللي جات له من ورا مرسي ويعرف النحس ده جاله منين. حب نقول لمحمد مرسي ونفهمه اللغز اللي محيره، معلش يا ريس انت كنت واخد البلد عليها اقساط وانت ما دفعتش اللي عليك، فلازم نرجعها لاصحابها. ان جالك الاخواني قول له العب في مكان تاني.